كل اللي انت طلبته جاهز. اتفضل يا دكتور. ما تخلي يا حاج. كتر خيرك. انا مش عارف انت تعبت نفسك ليه وجيت تاخد الحاجه، ما كنت سبتنا ابعتهم لك البيت زي كل مره، ولا حتى كنت بعتش حتى ياخدهم. انا جيت لك المره دي علشان سببين اتنين. ايه هو السبب الاول؟ بتاع اللي اديتها لي المره دي. تعالى يا دكتور. حلو ولا خد اللي بالليل. البتاع اللي انت اديتها لي المره اللي فاتت تعبت جدا، روحي راحت. ده عادي ده ولا ايه؟ وهو انت لازم تريح نفسك شويه، انت بتجهد نفسك كتير جدا وده اللي بيوصلك للحاله دي. اعمل ايه؟ ده كمين مفيش مفر مني، ما انت سيدي عارفين. يعني اقلق ولا ايه؟ بالهداوه مفيش قلق، خف شويه من الواجب. خف من الواجب؟ ازاي؟ ده انا عندي بدل الواجب 4. اكيد في كمين جوه. الواحد لازم يبقى مستعد له برضه. بس احنا اجمد. الحمد لله على السلامة يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا اخويا؟ انت شفت عفريت؟ بسم الله على مقامك، ده احنا مستنينك من بدري. خير ان شاء الله. خير طبعا ان شاء الله يا حاج، دي حاجة بسيطة كده. اصل انت يا حاج كنت وحشتنا يعني، وقلنا نقعد نتسلى. فواز حبيبي تقبرنا ان شاء الله، اشتقت لك كتير كتير يا قلبي، كل النهار دق لك ما بترد علي. شغل بالي حبيبي بيك شي ولا بقول لك تعال نحكي بأوضتنا براحتنا. يعني يا حبيبك يا نور الليله يا حاج، الليله وهتختار واحده فينا. والله شو انا العروسه الجديده يا اختي. وعي شويه كده، قلت ايه يا حاج؟ يا نهار دي ضيفه عندنا، ضيفه. ماشي، قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله. نهدى خلاص، ما بديهاش بقى. شو هيدا بقى يا ستي؟ على مر العصور والزمن سلو في عيلة الصياد، لما نقابل مواقف حرجة زي دي نقوم نسأل سؤال، واللي تجاوب على السؤال الصح تبقى هي يا اختي بطلة الليلة. لا 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 لا، انا ما خصني بهيدا كله. تعالي اقفي في الصف بدل ما تخش تقددي جوه مع نفسك. ها ها يلا. السؤال الاول هدى. ايوه يا حاج. الرمانة فيها كم بذرة؟ والنبي يا حاج اسألني سؤال تاني. والنبي يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا هدى، مش ليلتك. سميحة يجي حوالي يعني كده 485. الرمانة فيها 485 بذرة؟ مش سؤالك يا سميحة، سؤالك كم عدد سكان زنزبار؟ والنبي يا اخويا استعين بصديق. يا اختي اسمع مش ليلتك يا سميحة، مش ليلتك. أنهار. يا عين الأنهار. سؤال سهل، كم عدد طائر البطريق في القطب الجنوبي في الشتاء؟ يا أخويا وأنا أعرفه في الصيف لما هعرفه في الشتاء. يا خسارة مش ليلتك يا أنهار. يا خسارة. مايا. نعم. النهاردة ايه في ايام ربنا؟ تنام. مكتوبالك ومكتوبالي. هي قولي مكتوبالك. تصرفي يا حاج والله. تعالي التاني، تعالي التاني. تعالي التاني يا حاج. ما تقولي حاجة يا سميحة. خلاص. نسأل تاني. نسأل تاني. ماشي نسأل. قومي هنا. قومي يا حاج. وانت تعالي هنا يا دم. اقفي وسط اخواتك. اقفي وسط اخواتك. اقفي وسط اخواتك. بسم الله الرحمن الرحيم.
مش قلتلك ان هما نسبه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شيء غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم يوجعني كتير يا فواز. ما توهميش نفسك فعلا. هو لاهلي كمان شغلين لبالي عم تقلهم ما حدا عم برد. ما هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحب فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بطني. وفي بلاش الميه اديها العصير، بلاش الجبنه، بلاش الفل الحج يا ولاد. تاني مش فاهم. انهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصرة؟ انهار والنبي زعل ما كويس علشانك بالذات الليلاتي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبة احنا فرضها غسلنا الوسخ على اول مرة. طلعي الزرابين يا نهار وانت عارفاها. تسلمي يا اخويا زرابينك، تسلمي. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه، مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه. اوعى انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس